السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قواكم الله الحمد لله والشكر بعدنا في فصل في فصل preliminaries اللي هو مقدمة ضرورية لشيء مهم جدا وكملنا المتراجحات وإن شاء الله أنت حليت التمارين أغلبها إذا مو كلها وبعدين شاهدت حلولنا للتمارين وشفت شنو الخطأ اللي عندك المفروض هسه صارت عندك فكرة عامة عن المتراجحات وعن الفيرست first أو الوان one dimension لا تنسى احنا كنا نشتغل بالوان one dimension 1D، one 1D one يعني شنو هو؟ يعني one dimension، بعد واحد فقط بعد واحد اللي هو الاكس x اليوم إن شاء الله شرح راح ناخذ؟ راح ناخذ الباب الثاني من التشابتر الأول، الباب الثاني من التشابتر الأول احنا أخذنا واحد بواحد من الـ ريال نمبر real number و real line، real number and The real line. Real line. اليوم إن شاء الله نأخذ واحد اثنين اللي موجود عندك بالكتاب اللي أنا معطيك الرابط مالته أو إذا كان عندك كتاب ورقي راح نأخذ lines, lines يعني الخطوط أو نقدر نقول المستقيمات أو circles, circles, circles and بارابولز 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 معناها شنو القطوع المكافئة القطوع المكافئة اللي احنا عندنا نسمي قطع مكافئة اللي هو بهالشكل هذا راح نجيه هنا ان شاء الله بالتسلسل زين بما راح نبدي راح نبدي ايه يسمونه كارتيزيان كوردينيت ان ذا بلان كارتيزيان اول خطوه راح نبدي بها كارتيزيان طبعا هو انتم بسيط ماخدي بس مش قال الراجعة كارتيزيان تيزيان كوردينات كوردينات يعني معناها شنو هي كوردينات بالانجليزي يعني معناها ينسق هنا احداثيات منسقه تجي كوردينات كوردينات كارتيزيان كوردينات ان ذا بلان ان ذا 1 ان ذا بلان لا. جيد لها اسم ثاني شي يسمونها يسمونها ركتانجلر ركتان جولر كوردينيتس عفوا كور اول احداثيات المستطيل المهم ما له علاقه بالتسميه التسمية ما تفرق عندنا ان شاء الله احنا نسميها نظام الإحداث. بالعرب نسميه الاحداثي بالعربي شو نسميه نسميه نظام الاحداثي شنو هذا النظام الاحداثي هو ان يجيني خط مكون منين يجيني خط اعداد حقيقيه ويجيني فوقه اعداد خط حقيقيه ما جاي رسم عدد ما جاي رسم عدد بس مش العفو عفوا انا يعني تقريبا نسيت بس انا عندي هنا هذا مسوي ضروريات يعني قال خليه حتى لو هذا شنو هذا نسميه اكس كوردينيت عفوا نسميه اكس كوردينيت يعني محور اكس وهذا شنو نسميه واي كوردينيت هذا نسمي x coordinate وهذا شو نسمي y coordinate ونقدر نسمي coordinate axes يعني هذا اللي نسميه هذا شو نسميه y وش نسميه ما axes دير بالك مو تكتبها كلمة فاس axes شوف إذا تكتبها هاي الكلمة axes تصير فاس يعني فأس هنا axes هاي نسميه y axes وهذا شو نسميه إكس axes إكس axes A X E S. هذا معناه شنو هو؟ محور سين ومحور واي هنا بعد انتقلنا هذا يمثل لبعد وهذا يمثل لبعد ايش صار عندي هسه انا جاي اشتغل جاي اشتغل على 2D او 2 dimensions يعني هسه انا جاي اشتغل على الاحداث الثاني بالبعد الثاني شلون يقول واحد جاي يشتغل بالبيا بعد انت تشتغل بيا بعدين فلاحظ احنا ايش لقينا بالبعد الاول لقينا بالبعد الاول اطوال بالبعد الاول شنو هو اطوال يعني طول هسه هنا بالبعد الثاني ايش راح نلقى مساحات جايتني من طول في عرض طول في عرض طول في عرض هاي شنو مساحات هاي مساحات مثلث هاي شنو هاي كلها مساحات هاي وين نلقاها المساحات نلقاها بالبعد الثاني ما نلقاها بالبعد الاول البعد الاول اطوال فقط واضح ان شاء الله جيد خلينا نجي هذا البعد الثاني لازم اول مره نثبته يعني هو محور او عد خط اعداد حقيقيه بخط اعداد حقيقية، خط اعداد حقيقية يلتقى ويخط الاعداد الحقيقية الثانية بنقطة الصفر، يعني هذا الصفر مال الخط العمودي والصفر مال الخط الافقي يلتقى صفر بصفر، وهذا يبقى عندي واحد، وهذا يبقى عندي, وهذا يبقى عندي اثنين، وهذا يبقى عندي ثلاثة، وهذا يبقى عندي اربعة، اعداد حقيقية ريال نمبرز. وهنا سالب واحد، وهنا سالب اثنين، وهنا سالب ثلاثة، وهنا سالب اربعة، وهكذا إلى ما لا نهاية، وبالفوق يصير الموجب، العفو. واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية وبالجوة يصير عندي سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة وهكذا هذا شو نسميه؟ هذا نسميه النظام الإحداثي نسميه النظام الإحداثي زين هذا من راح نسميه النظام الإحداثي شو استفاد من عنده؟ نظام الأحداث شو نستفاد من عنده؟ هسه إن شاء الله راح نوضح شو نستفاد من عنده هذا عندنا حاليا هسه نظام الاحداثي زين ان صار عندي هسه النظام الاحداثي ايش راح نقدر نسوي هسه راح نبين لكم انه شلون راح نرسم نقطه على النظام الاحداثي حتى نرسم نقطة على النظام الإحداثي طبعا هذا التقاء الصفر بالصفر تسمى نقطة الأصل اللي هي صفر بصفر تسمى origin أي المركز مركز النظام الإحداثي اللي هي قيمتها صفر أو صفر زين حتى نرسم أي نقطة حتى نرسم أي نقطة في النظام الإحداثي شلون نرسم نقطة النقطة راح تتكون منين عندي راح تتكون من مسقط سيني إكس ومسقط صادي إكس إكسز واي اكسس مسقط سيني ومسقط صادي خلينا نمثل مثلا النقطة واحد باثنين شون نمثل واحد باثنين؟ نقول المسقط السيني ايش قد قيمته؟ قيمته واحد شوف هاي الخطوة الأولى هنا عندي سويت فعلت الجريد هنا عندي نقطة نقطة واحد زين الواي ايش قد قيمته؟ نقول اثنين الى اثنين بالموجب يعني هذا هاي الخطوه الاولى هاي الوحده الاولى هاي نسميها الوحده الاولى وهاي نسميها الوحده الثانيه. اذا واحد باثنين اذا هاي النقطه تقاطع الواحد وتقاطع الاثنين ايش راح نسميها؟ واحد باثنين هاي النقطه واحد باثنين. خلينا نرسم لنا نقطه ثانيه سالب ثلاثه وبموجب خمسه. سالب ثلاثه بموجب خمسه نجي للسالب ثلاثه، سالب ثلاثه على الاكس على السيني هذا اكس هذا شنو هو واي الاكس لسالب ثلاثة يعني واحد اثنين ثلاثة لكن بالسالب لان من جهة اليسار نحسب نجي ان من نمثل خمسة على الصادي يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذا هنا هاي موجب خمسة هاي موجب خمسة هنا اذا ايش راح يصير النقطة راح يصير عندي هاي النقطة هنا اللي هي شنو هي؟ سالب ثلاثة وخمسة وهكذا فنلاحظ النقاط اللي بهذا الربع هذا نسميه ربع وهذا نسميه ربع هذا ربع أول وهذا ربع ثاني وهذا ربع ثالث وهذا ربع رابع دني تنتبه لهن بعد بعد ذني ما نعيدهن مرة ثانية ربع أول ربع ثاني ربع. المفروض الطالب دني ما أخذهن بس مشكلة إحنا إحنا نتوقع أنه اللي قدامنا كل شيء ما بأخذ بقى إذا ما أخذ هاي زيادة خير يعني ما بيه شيء النقطة أي نقطة نرسمها هنا لازم تكون موجب موجب النقطة حتى ترسم بالربع الأول لازم يكون مسقطها السيني موجب شلون هاي النقطة مسقطها الصادي موجب النقطة اللي ترسم هنا طبعا الاكس مالها سالب هذا قيمة الاكس هذا محور اكس الاكس مالها سالب والواي مالها موجب هيش نرسم الاكس مالها سالب والواي مال هذا الربع ايش هذا الربع الواي مالته موجب الربع الثالث الاكس مالت مالته سالب والواي مالته همين سالب ايش راح يصير عندي سالب بسالب الربع الرابع ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي الاكس مالته موجب والواي مالته سالب، فاحنا هسه عرفنا انه النقاط اللي يرسم من هنا انه شروط، والنقاط اللي يرسم من هنا انه شروط، والنقاط اللي يرسم من هنا شروط. هسه نقدر شنو نقدر نمثل اي نقطه؟ نقدر نمثل اي نقطه على من؟ على النظام الاحداثي، وقلنا النظام الاحداثي بنقطه شو تكون؟ بنقطة تكون عندنا هنا نسميها نقطة الأصل اللي هي صفر بصفر هاي نسميها, نسميها الأورجن نشوفكم إن شاء الله بدرس جديد